هل جربت يوما شرب عصير البقدونس بالليمون على الريق وهل تعلم ما هي الامراض التي يعالجها هذا العصير عصير البقدونس بالليمون لديه خصائص علاجية ووقائية تساعد في علاج العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان حيث أنه يستطيع أن ينقي الجسم بأكمله من أي سموم متراكمة به وبالتالي يحمي الجسم من الأمراض وفي هذا الفيديو سوف نتعرف وإياكم على فوائد شرب عصير البقدونس بالليمون وأيضا طريقة تحضيره وطريقه عمل مشروب البقدونس بالليمون تكون من خلال احضار كميه من البقدونس وملعقتين من عصير الليمون وكوب من الماء ثم يتم خلط المكونات في خلاط كهربائي بعدها يتم تحليه المشروب بعسل النحل اذا توفر طبعا او حسب الرغبه وشرب هذا المشروب صباحا على الريق قبل تناول وجبه الفطور بنصف ساعه يحتوي مشروب البقدونس بالليمون على تركيزات قوية من فيتامين أ وفيتامين سي التي تساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء، كما يعمل أيضاً كمضاد للأكسدة ويحارب تأثيرات الجذور الحرة على جسمك، ويعد فيتامين سي مكوناً رئيسياً في تكوين الكولاجين، وهو نوع من البروتين يحافظ على قوة وصحة بشرتك وشعرك وأجزاء الجسم الأخرى. بحسب خبراء التغذيه والاطباء اذا كنت مصابا بارتفاع ضغط الدم فان شرب عصير البقدونس والليمون على الريق يعد من افضل الاغذيه التي تعمل على تخفيف ضغط الدم المرتفع وليس هذا فقط بل جعله في معدله الطبيعي سواء للذين يعانون من انخفاضه او ارتفاعه على حد سواء وجود حمض الفوليك والفيتامينات بوفره في هذا العصير يعد امرا اساسيا لحمايه وتقويه الاوعيه الدمويه فحمض الفوليك هو المفتاح لتقليل الهيموسيستين وهو حمض اميني يظهر بشكل طبيعي في الدم والكثير من هذه الاحماض الامينيه يمكن ان يتسبب في تلف الاوعيه الدمويه كما يمكن ان يتسبب ارتفاع هرمون الهيموسيستين في حدوث جلطه دمويه وتلف الشرايين إذا كنت تعاني من الربو أو أي أمراض أخرى تنفسية، يمكن أن يكون هذا المشروب مفيدًا جدًا لك، لأنه غني بالبيتا كاروتين، وهو مرتبط بتقليل خطر الإصابة بالربو، ويمكنه أيضًا أن يطهر رئتيك، كما يمكن لمركبات مكافحة العدوى في عصير البقدونس أن ترخي البلغم والمخاط الذي قد يملأ حلقك ورئتيك. يعد هذا العصير كذلك من العصائر المطهرة للدم من مختلف أنواع السموم ومانعا لتكون السموم في الدم الجديد لاحتوائه على الكلوروفيل وفيتامين أ وفيتامين سي والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور ومختلف المكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم يعتبر عصير البقدونس بالليمون أيضا علاجا طبيعيا رائع لتخفيف من أعراض الدورة الشهرية واختلال مستويات الهرمونات وهذا يرجع لوجود الميراسيسين والإلابيول في هذا المشروب حيث يمكن لهذين المركبين ضبط إنتاج هرمونات الأستروجين وتوازن مستويات الهرمونات بشكل عام أكدت العديد من الدراسات أن عصير الليمون والبقدونس علاج فعال لرائحة الفم الكريهة لأنه غني بعنصر الكلوروفيل وينصح بشربه في الصباح على الريق حتى يضمن رائحة فم طيبة طوال اليوم يمكن أيضا استخدام عصير البقدونس بالليمون لتقليل التورم والألم الناتج عن التهاب المفاصل، كما يحتوي أيضا على زيت يعرف باسم الأوجينول، وأظهرت دراسات أن الأوجينول له خصائص قوية مضادة لالتهاب المفاصل، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن أن يقلل بشكل كبير من تورم وآلام المفاصل. الأبجينين في عصير البقدونس يحسن تكوين الخلايا العصبية ويعزز وظائف الدماغ مثل الذاكرة والتعلم ويجري البحث في هذا المركب النباتي لمعرفة قدرته على علاج الأمراض العصبية التنكسية مثل الفصام والاكتئاب ومرض الزهايمر ومرض باركنسون ومن المعروف أن مكونات هذا النبات يستخدم لزيادة الأداء المعرفي وكذلك تحسين اليقظة والذاكرة إذا كنت تعاني من ضعف النظر أو مشاكل أخرى متعلقة بالعيون يعد عصير البقدونس بالليمون غني بفيتامين أ ومضادات الأكسدة مثل الكاروتينويد وكذلك البيتا كاروتين ويساعد على حماية شبكة العين من التلف ويمنع الضمور البقعي وكذلك إيتام عدسة العين وتساعد العناصر الغذائية الموجودة في هذا العصير أيضا على تقليل الإنتفاخ في العين والهالات السوداء شرب عصير البقدونس بالليمون يساعد على تحفيز الهضم بسبب محتوى الانزيمات والالياف وتساعد الانزيمات في تحسين امتصاص المغذيات وتحسين هضم البروتينات والدهون في الجسم كما يساعد على تطهير الجهاز الهضمي والحفاظ على الصحه العامه يعد عصير البقدونس بالليمون واحد من العصائر الطبيعية التي تساعد على فقدان الوزن وتخسيس البطن وذلك بسبب قيامه بالتخلص من السموم إضافة إلى السعرات الحرارية المنخفضة حيث يحتوي كوب واحد من هذا العصير على 22 سعرا حراريا هل تعلم سيدتي أنه بإمكانك تأخير التجاعيد وشيخوخة الجلد والحفاظ على نضارة البشرة والتخلص من البقع الداكنة من خلال قناع البقدونس والليمون حيث يعزز كلاهما إنتاج الكولاجين ويلعبان دور المرطب المضاد للتجاعيد ويستحسن بجانب تطبيقه على البشرة شرب عصيره على الريق لتعزيز الفائدة تناول البقدونس بكمية كبيرة قد يتسبب في خفض مستوى السكر بالدم وهذا من أضرار البقدونس للجسم وهذا الأمر في بعض الحالات قد يكون خطرا خاصة لدى مرضى السكري الذين يرغبون في تنظيم مستوى السكر بالدم وإبقائه تحت السيطرة إذا كنت تعاني من مشكلة حصى الكلي، فلا ينصح بتناول هذا المشروب على الإطلاق. وتتمثل الأضرار هذا العصير للكلي في تفاقم أمراض الكلي، لذلك يفضل عدم تناوله بشكل تام من قبل الشخص المصاب بأمراض الكلي، حيث يحتوي على نسبة مرتفعة من مادة الأكسالات، وهي مادة قد تؤثر سلباً على بعض مشاكل وأمراض الكلي، فتزيدها سوءاً ولا سيما مشكلة حصى الكلي. أحد سلبيات عصير البقدونس بالليمون كذلك رفع فرص حدوث تعقيدات أثناء الجراحة، لذا يفضل تجنب تناوله بشكل تام قبل إجراء أي عملية جراحية بأسبوعين على الأقل، ويرجع السبب في ذلك لكون البقدونس له قدرة محتملة على تقليل مستوى السكر بالدم، وبناءً على ذلك فإن تناوله قبل إجراء عملية جراحية قد يجعل من السيطرة على مستويات السكر خلال الجراحة أمرًا صعبًا بعض الشيء. احد مخاطر عصير البقدونس ان تناوله قد يتسبب في تقليل كميه حليب التدى وهذا الامر قد يؤثر بالسلب على الام ورضيعها لذا يفضل عدم تناول هذا العصير خلال فترات الرضاعه وتناول كميات معتدله من البقدونس في الطعام فقط خلال هذه الفتره الهامه من حياه الام وطفلها يحتوي البقدونس على نسب مرتفعه من فيتامين كي، وهو فيتامين قد يبطل مفعول مميعات الدم، أو يخفف من المفعول عند تناولها سوياً. مميعات الدم هي عبارة عن أدوية قد يصفها الأطباء لتقليل من تخطر الدم، ومن المعروف أن فيتامين كي يعمل تحفيز من تخطر الدم، لذا يفضل عدم تناول البقدونس وأدوية مميعات الدم معاً.